لكن في النهايه كل نادي من وجهه نظره ومن حقه على فكره، طالما اتحاد كره القدم فاتح هذه الحقوق ان انت تستخدم طاقم تحكيم اجنبي، خلاص استخدم طاقم تحكيم اجنبي، ولكن طاقم تحكيم اجنبي يستفيد منه الحكام المصريين، مش طاقم تحكيم اجنبي الناس تطلع تقول اللي بوظ الماتش هو حكم. مثلا في مباراه اليوم، مش هتكلم عن مباراه الاهلي، هتكلم عن مباراه النهارده. مباراه النهارده انا سامع كل الناس بتتكلم ان الحكم هو اللي بوظ الماتش النهارده، وان لعيبه الزمالك والبيراميدز ما كانوش راضيين عن الحكم بعد المباراه. طيب يا تجيبوا حكام نقدر نستفيد منهم كتحكيم مصري، او يا خلينا خلي الحكام المصريين هم اللي يشتغلوا، ونوفر الدولارات اللي احنا عمالين ندفعها دي. طبعا انا بتكلم عن النادي الاهلي، من حق كل نادي ان هو يجيب اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، ده مش قصتي، لكن انا بتكلم على اتحاد كره القدم. طالما حضرتك فاتح المجال ان انت ان اي نادي يريد ان يستخدم حكام اجانب يدفع الفلوس ويستخدم حكام اجانب، يبقى من فضل حضرتك للكابتن عصام عبد الفتاح او اللي بيختار يختار طاقم تحكيم اجنبي من الطراز الاول مش من الطراز الرابع.